طبعا احنا كلنا عارفين محمد صلاح لعيب الكره المشهور ده. خلينا اكلمكم عنه شويه. محمد صلاح كان لعيب كره بيلعب في نادي مقاولين العرب، نادي درجه اولى في مصر وليه وضعه وكل حاجه تمام. محمد صلاح كان حلمه يروح نادي الزمالك من صغره، هو زملكاوي وحلم حياته يلعب في نادي الزمالك. طبعا قال لهم انا عايز العب في الزمالك، جاء نادي الزمالك قال له معلش نادي الزمالك كبير عليك، انت لسه لاعب في مقاولين العرب يعني الزمالك كبير عليك مش هينفع تلعب فيه. محمد صلاح فين دلوقتي؟ سألنا نفسنا. في اي سي روما الايطالي، اعرق انديه العالم. محمد صلاح تخيل انت نفسك تروح الزمالك، سمعت الكومنت ده خدت شلوط في وشك كده، حلم حياتي اتدمر قدامي. محمد اشتغل على نفسه واتمرن الكومنت ده ولا اكنه سمعه، طلع من المقاولين، بازل السويسري، فيرونتينا الايطالي، تشيلسي الانجليزي وايسي روما الايطالي، كان بيلعب قدام كريستيانو اول امبارح انا شفت الماتش. ما يقاسش عادي. في واحد تاني اسمه النني لو عارفينه. النني كان لعيب عنده 16 سنه كان بيلعب في الاهلي، طبعا ده واخدها حلو من الاهلي يعني. كان نادي الاهلي وهو عنده 16 سنه قالوا له معلش انت مش هينفع تكمل معانا، استغنى كده، جواب استغنى من غير سبب. النني فين دلوقتي؟ في ارسنال الانجليزي، واحد من اعرق ناديين انجلترا. سالنا نفسنا الناس دي عملت ايه في حياتها؟ الناس دي تفكرت ازاي؟ بعيدا عن محمد صلاح والنني ده طبعا نجوم ليهم وضعهم، هكلمكم عن لعيب كوره برضو واقف قدامكم النهارده، ضياء محمد. انا كنت بلعب في نادي الاتحاد عندنا في اسكندريه، كنت برضو ناشئ صغير، طردوني من الفريق قالوا لي انت ما تعرفش تلعب كوره معلش، بس هي ما كانتش كده يعني، كان اسباب تانية عشان ابن كابتن كذا مش عارف ايه والكلام ده يعني. فمشوني. انا كنت طلعت من الشارع رحت النادي، كرشت من النادي رجعت الشارع تاني، ما يأستش يعني. اتمرنت، قعدت العب كوره مع اصحابي، دوره رمضانيه الكلام ده. اياميها طلع واحد اسمه رونالدينيو، لعيب برازيلي لو عارفينه. رونالدينيو كان بيعمل حركات جميله جدا بالكوره، بعيدا عن ان هو بيلعب في منتخب البرازيل وفي برشلونه وفي اعرق انديه العالم. رونالدينيو كان ليه كده حاجات في التمرين، لو يحط الكوره على راسه، يلعب تيشرت، بيلف الكوره على رجله مرتين، حركات كده كانت بتعجب العالم كله، والعالم كله كان نفسه يقلده. بدا اخذ رونالدينيو الشركات الرياضيه اعلانات كوسيله اعلاميه، واتشهر جدا بالحركات دي وبقت هي بتاعته هو. انا بصيت لرونالدينيو قلت هو يعني ازيد مني في ايه؟ هو لعيب كوره، لعيب كوره حركات، ما اتمرن اجيب الحركات دي فيها ايه يعني. نزلت الشارع اشتريت كوره اشتريت كوتشي، يلا بينا بقى نعمل زي رونالدينيو، الف اول لفه ما تجيش، هي شكلها باديه مش حلو كده، حط الكوره على راسي طيب الكوره تقع، افضل احطها على راسي تقع. قعدت اتمرن اتمرن اتمرن، فجاه جبت كل حركات رونالدينيو بالظبط هي هي. وانا بتمرن لقيت ناس عامله دايره حواليا كده في الشارع بيصوروا ويسقفوا وكمل كمل كمل. انا قلت ايه ده، هو الموضوع كده انا بقيت ايه مش عارف حاجه. جالي واحد قال لي ايه ده انت بتلعب فري ستايل؟ قلت له ايه الكلمه دي مش فاهمها. قال لي دي فري ستايل حركات رونالدينيو. قلت له ايوه هي حركات رونالدينيو بس ايه الكلمه اللي بالانجليزي ده انا مش فاهم. قال لي دي لعبه. طلعت ان انا بلعب فري ستايل قبل ما اعرف الكونسبت او حاجه في حاجه اسمها فري ستايل. قعدت اتمرن على حركات رونالدينيو جبتها كلها، بدات انا بقى اخترع حركات من عندي. رونالدينيو يحط الكوره على راسه من ورا، طب ما احطها على ودني، طب على ودني الشمال، طب على عيني، حركات غريبه. طلع ان في حاجه اسمها فري ستايل. طبعا انا كتبت الكلمه على اليوتيوب، دخلت لقيت ناس خيال حاجات كده بالكوره غريبه جدا ما تحصل، قلت اكيد استحاله يكون في ناس كده. تمام، سبت بقى رونالدينيو على جنب، خلاص يا عم الحاج انا جبتك جبت كل حركاتك، تعالى بقى نشوف الناس دي، الناس دي بتعمل ايه؟ بينططوا هم قاعدين ونايمين على ظهرهم وكلام غريب جدا. دخلت فري ستايل دي جبت برضه كل الحركات دي بتاعت الناس دي كلها، مش لاقي فيديوهات جديده خلاص. بدات اعمل سيرش عن فري ستايل، يعني ايه بقى فري ستايل؟ طلعت فري ستايل دي هي الاسلوب الحر، اي حاجه انت بتعملها بطريقتك، مفيش حاجه اسمها فري ستايل فوتبول، هي اه ماشي دي لعبه، بس الفري ستايل دي كلمه الاسلوب الحر، في فري ستايل باسكت بول، في فري ستايل دايفنج، في فري ستايل سكيت بوردنج،
اي حاجه بس انت تعملها باسلوبك الحر. تمام، خلصنا الفريستايل. انا عايز اعرفكم الفريستايل عباره عن ايه بقى كلعبه. الفريستايل اتقسم ثلاث اقسام، اسمه الابر بودي ده اللي بستخدم بيه الجزء العلوي من الجسم، واللور بودي ده اللي بستخدم بيه الجزء السفلي من الجسم، وفي سيت داون تريكس، تريكس وانا قاعد. يعني مثلا لو انا عايز استخدم اللور بودي بعمل ايه؟ بنطط كده اهو، انا في الابر بودي ده اللي بستخدمه والجزء السفلي ثابت زي كده، شايفين؟ طب انا عايز استخدم اللور بودي، بيبقى الابر بودي ثابت واللور بودي هو اللي بيتحرك بالشكل ده. ده الابر بودي واللور بودي. طب السيت داون تريكس هتتعامل ازاي؟ دي حركات وانا قاعد على الارض في وضع السيت داون يعني بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده، سحر ولا شعوذه. اوكي، ده الاولد جنريشن بتاع اللعبه، دي الحركات اللي اي فري ستايلر بيجيبها. دخلت الفري ستايل دي دنيا تانية خالص، مش بعيدا عن الكوره. يجي لي واحد يقول لي طب قشطه انت حركات بس، انت شكلك في الملعب قشتك. انت ولا حاجه، انت حركات بس. في حاجه تانيه، الفري ستايل ملهاش اي علاقه بكره القدم بالظبط، عامل زي السباحه والباليه المائي. الحاجه المشتركه الوحيده ما بينهم هي الميه بس. السباحه نفس ولازم تايمينج وتمرينات وبتاع، الباليه المائي ده عباره عن شو، حاجه بتعجب الناس. بالظبط الكوره فيها تكنيك، باس شوت اوف سايد اوت جون، الكلام ده. الفري ستايل هو شو، حاجه بتعجب الناس، حاجه بتعملها باسلوبك الحر. عايز احط نفسي مكانكم، فكرت انا فري ستايلر، في فري ستايلر تاني قدامي، عايزين نحكم مين فينا اللي احلى. انتوا قاعدين شايفين واحد بيعمل حركات وفي واحد تاني بيعمل حركات زيه، طب نحكم ازاي؟ بدات تبقى في حاجه اسمها الفري ستايل باتل، يبقى ماتش بقى عشان نعرف ايه مين احسن من التاني، التصنيف العالمي، البطولات العالميه، الكلام ده. الفري ستايل بتبقى باتل. الفري ستايل عامه يعني الكومن سنس بتاعها هي عباره 3 minutes 2 players 1 pool، بمعنى ان الماتش او المنافسه عامه بتبقى 3 دقائق، بتتقسم انا دقيقه ونص واللي قدامي دقيقه ونص. 2 players اللي هو انا المنافس والمنافس اللي قدامي، 1 pool كره واحده ما بيننا احنا الاثنين عن طريق 3 جولات. انا 30 ثانيه بلعب 30 سنه تخلص اديهم له، هو يخلص ويديهم لي. بس في ثلاث حكام قاعدين، حكم للكنترول، حكم للكريتيفيتي، وحكم للستايل. الكنترول الحكم بيحكم طريقه تحكمك في الكوره، وقعت منك كم مره في الباتل، الحاجات دي بتنقص من النقط طبعا لو وقعت منك، ده الكنترول. الكريتيفيتي ابتكارك للحركه، يا ترى انت عملت حركه جديده العالم كله اول مره يشوفها، ولا انت خدتها من حد وحطيتها في الباتل بس. طبعا دي ليها نقط عاليه جدا. الستايل اللي هي بقى الميوزيكاليتي، الستايل يعني عن طريق انت ايه ماشي مع البيت بتاع المزيكا ولا لا. ممكن مثلا تكون بتلعب كده فجاه تعمل كده وتكمل لعب عادي، تفاعلك مع الجمهور، الكلام ده بيبقى ليها كده زي كاريزما اون ستيج، ليها بوينت كبيره جدا. انا لو دخلت مسابقات الحمد لله على مستوى مصر في 2011 كانت في مسابقه تنطيط اتعملت، عايزين نعرف مين اكتر حد في مصر بينطط الكوره. الحمد لله دخلت وجبت المركز الاول، جبت 2157 تنطيطه. جيت في 2012 في مسابقه عالميه اتعملت، لان كان من 2002 لحد 2012 كان في رقم اتجاب اللي هو 4000 تنطيطه في ساعه، محدش عارف يكسره خالص. فالمسابقه دي انا دخلتها والحمد لله جبت اول فيها، جبت تالت على العالم، ان انا جبت 5500 على راسي وكتفي بس مش رجلي، 5500 تنطيطه الحمد لله. طبعا انا دخلت كره القدم زي ما انتوا قلت لكم في الاول،
انا خدت الشلوط ده في وشي يأست اتكرشت من النادي. حصل معايا برضو في الفريستايل خدت كومنتات وحشه كتير جدا من قرب الناس ليا كمان. يعني انا ايه يا ابني انت جو السيرك اللي بتعمله ده؟ ايه اللي تقوم وتقعد بالكوره هتعمل ايه؟ مش فاهم فين الكوره. حصل معايا حاجه تانية الكلام ده شهر 11 اللي فات، دخلت مسابقه عالميه الحمد لله جبت المركز الاول، وكانت جايزه المسابقه ان انا هسافر النمسا هقعد في سالزبرج. طبعا ضياء في اوروبا ازاي؟ طيب ده كان حلم حياتي ان انا اعمل بقى الشو بتاعي قدام الناس اللي بره والاجانب واوروبا وانزل ميادين عامه والعب، كان حلم والحمد لله حققته. كسبت المسابقه من صغري ان انا اسافر بره، قدمت وكل حاجه تمام واخدت رفض على الفيزا. الكلام ده شهر 12. طب رفض ليه؟ انا ده حلم بس انا يعني ايامه جاي مش هقعد. قالوا لي لا انت ممكن تهرب ما تجيش تاني، مش عرفنا. انا خدت الجواب كده طبعا جواب الماني مش فاهم منه كلمه، قلت له احمد ترجمه عربي وراجع. مكتوب فيه اسباب اجتماعيه واقتصاديه. اجتماعيه ان انا اعزب مش متزوج، كان نفسي. واقتصاديه ان انا ما عنديش اراضي او املاك او عقارات تضمن ان انا ارجع مصر تاني. قلت له من 21 سنه اراضي املاك وعقارات ايه؟ صباح الفل. واتجوز ايه؟ لسه 21 سنه برضه. فقلت برضه مش هيأس يعني الحمد لله. شهر 12 النهارده شهر 2 انا معاكم في تيدكس. طبعا دي حاجه انا فخور بيها جدا وسلمه كبيره قوي في حياتي ان انا معاكم النهارده والله. مش يعني كان حلمي وان شاء الله هفضل اشتغل عليه ان انا اخلي لعبه الفري ستايل دي ليها اتحاد في مصر، ليها اتحاد مصري او ليها اتحاد عالمي، وان شاء الله هشتغل على حلمي جدا 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 واخليها لعبه اولمبيه ان شاء الله. يعني عايز اعرفكم جمله واحده، الفري ستايل بتتقال في جمله واحده: when sport meet art. هي kind of sport mixing between sport and art. انا عايز اعرفكم بقى ازاي بنجمع بين الرياضه والفن في شو واحد. اوكي
On the beat, so twerk it, bitch. Like. عجبكم العرض؟ هي بس رسالة واحدة والله، عشان انت بتعمل حاجة مختلفة لازم تلاقي انتقادات، لازم، بس ما تقرش، ما تقاسش يعني. مسيرك ان شاء الله هتعمل حاجة والناس كلها هتؤمن بيها، والناس اللي كانوا بينتقدوك هيجروا وراك بعد كده. شكرا.